وللحديث عن تأثيرات استعداد الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في بغداد مع استمرار هجمات الميليشيات على البعثات ومصالح واشنطن في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نظير، مرحبا بكم. يعني حديث متواتر وأيضا متصاعد عن مسألة إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد بسبب هجمات الميليشيات المتكررة، لكن هنا يعني ما تداعيات هذا الإعلان على حكومة الكاظمي إذا ما أقدمت واشنطن على مثل هذه الخطوة؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أنا ما أراه الآن ما يتم تداوله حول إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، يعني يتم تداوله لحد الآن على وسائل الإعلام، ولم يصدر لحد الآن بيان رسمي من الولايات المتحدة حول هذا الموضوع. نعم. وما أعتقد أن يعني هذه الذي يتم تداول على هذه الوسائل الإعلامية ما هو إلا رسالة أمريكية. نعم. باتجاه عدة أطراف، أولها هي الأطراف التي تقوم باستهداف السفارة والمصالح الأمريكية في العراق، والرسالة الثانية هي لحكومة الكاظمي نفسها وتبدي الولايات المتحدة فيها امتعاضها من يعني إجراءات الكاظمي حتى الآن، والتي لم يستطع فيها أن يلجم هذه الميليشيات عن هذه العمليات العسكرية. والرسالة التي موجهة إلى تلك الميليشيات هي رسالة تهديد بأن الولايات المتحدة يمكن أن ينفذ صبرها وتقدم على يعني ضرب هذه الميليشيات سواء لمقراتها أو لقادتها. نعم. أستاذ نظير، يعني نواب تحدثوا عن ربما تخفيض دبلوماسي دولي مرتقب، لكن هنا هل نحن أمام عزلة دولية محتملة يعيشها النظام السياسي في العراق في المستقبل المنظور؟ يعني أنا بالرغم من عدم ترجيحي لموضوع إغلاق السفارة الأمريكية في الوقت الحاضر، ولكن في حال ما أقدمت الولايات المتحدة على غلق سفارتها في بغداد، فهذا يعني الأمر أصبح بخطورة يعني الشيء الكثير، لأنه أشبه بمثابة إعلان حرب وتصنيف العراق كبلد مثل إيران، وتنطبق عليه العقوبات نفسها التي تفرض الآن على إيران. هذا راح يعني يحفز باقي الدول على نقل سفاراتها أيضا من بغداد إلى مناطق أخرى آمنة سواء في كردستان أو إغلاقها بالكامل، ويفرض على النظام السياسي في العراق عزلة كاملة عن المجتمع الدولي. طيب. وأنا أظن أن الولايات المتحدة التي هي من صنعت هذا النظام السياسي في العراق لا أظنها تقدم على مثل هكذا خطوة، والمتوقع أن هذه الخطوة يعني ربما تكون داعمة للكاظمي لتحفيزه لاتخاذ إجراءات حقيقية ضد هذه الميليشيات. طيب. أو أنه رسالة إلى الميليشيات بالكف عن هذه العمليات. أنا أتوقع أن الولايات المتحدة سوف لن تغادر يعني خطوة التهديد إلى خطوة أخرى بإجراءات عسكرية، كون الآن ترامب لا يريد أي تصعيد عسكري حاليا، وهو مقدم على انتخابات ربما أي إجراء فيها يكون سيكون لغير صالحة. أستاذ نظير، بيان الرئاسات الثلاث يعني اكتفى بالقول أن البلاد تتجه لمنحى خطير جدا بسبب هذه العمليات المسلحة التي تجري في العراق، لكن هنا ما الذي يمنع من اتخاذ خطوات جادة لاستئصال ومحاسبة المسؤول عن هذه العمليات؟ ما الذي يسكت الحكومة؟ الجواب على هذا السؤال بسيط، كون أن الكاظمي وحكومته الآن لا يتمتعون بالقوة الكافية والوسائل الكافية للجم هذه الميليشيات المرتلدة. يعني وإذا قلت لي أنه يمتلك يعني جيش وقوة أمنية، فأنا أقول لك بأن العقيدة العسكرية للجيش العراقي الحالي والقوة الأمن الداخلية هي ليست عقيدة وطنية، إنما مرتهنة لدولة أخرى، لذلك هو لا يعتمد عليها في تغيير أي شيء، ولهذا السبب هو يعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب الذي تم تأسيسه من قبل الأمريكان. هذا يدلل على أن النظام السياسي والحكومة العراقية لا تمتلك من أمرها شيء، والوضع الأمني مرتهن بالكامل لهذه الميليشيات، وهي من تتحكم بالوضع الأمني. ولاحظ أن الاجتماع أكد على حقيقة أنه قرار الحرب يجب أن يكون بيد السلطة السياسية. هذا دليل على أن هذه الميليشيات الآن تريد أن تكون كحزب الله، هي من تدخل الحرب
وهي من تنهي حرب كما يحصل في لبنان. نعم. وهذا النظام السياسي العراقي هو يتمنى ويود أن لا يكون الحال كحال لبنان، يكون في حزب الله هو من يبدأ الحرب أو هو من ينهيها. أستاذ نظير، تصريح لهادي العامري حيث قال إن مسألة أو موضوع استهداف البعثات الدبلوماسية ليس مقاومة، كيف يمكن فهم هذا التصريح؟ هل نفهم منه أن هناك تراجعا في المواقف مثلا؟ طبعا هذا هو تراجع حقيقي، ليس فقط على لسان هادي العامري، إنما لسان قادة ميليشياويين آخرين كقيس الخزعلي وغيرهم ومقتدى الصدر وغيره. وهذا التراجع هو ترجمة للتراجع الذي قامت به الحكومة الإيرانية نفسها، هي التي قالت إننا لا ندعم ضرب الهيئات الدبلوماسية وغيرها. نعم. من هذا الكلام. نعم. لكن أنا يعني أرى التحفيز الأمريكي الحالي ورسائل التهديد التي تبعثها لا تأتي من يعني من لا شيء. يعني أنا أحيلك إلى كلام علي خامنئي هو المرشد الإيراني. نعم. قال في فترة ما: نحن نحضر مفاجأة للولايات المتحدة قبيل الانتخابات، يعني في هذه الفترة. نعم. ومن المتوقع أن يكون المستهدف هي السفارة الإيرانية والعفو السفارة الأمريكية في بغداد وأخذ رهائن من عندها. نعم. لذلك قامت الولايات المتحدة بهذا الإجراء للحيلولة دون فعل الميليشيات مثل هكذا يعني شيء، والذي سوف يؤثر على مستقبل ترامب الانتخابي. لذلك الأمور الآن عندما أصبح التهديد جدي من الولايات المتحدة بدأت تنصل عن ما يسمى المقاومين، وبدأت تنصل عن يعني كثير من الأشياء. مقتدى الصدر الذي كان يدعي أنه هو زعيم المقاومة العالمية ضد الولايات المتحدة الآن يدعو إلى عدم ضرب الولايات المتحدة ومصالحها ويدعو للتهدئة. لاحظ أنه كيف تتغير المواقف عندما تستخدم القوة. الولايات المتحدة قادرة على فعل كل الأشياء في العراق، ولكن هي شريكة بالجريمة مع إيران في بقاء الوضع العراقي بهذا التأزم وبهذا الحال السيء. أستاذ نظير، على ذكر التنصل، هل تعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تتنصل عن مصطفى الكاظمي شخصيا باعتباره رئيسا للوزراء؟ هي لحد الآن يعني رأي الولايات المتحدة سيء بأداء الكاظمي حتى الآن، كون أن الكاظمي لحد الآن لم يغادر يعني مرحلة التصريحات والخطابات النارية، لكن لم يقدم على أي شيء على الأرض، بدليل أنه حتى ذهب إلى الذيقار لكي يعني ينقذ هذا الناشط. نعم. لم يستطيع، وقدم اعتذاره إلى زعماء الميليشيا. يعني أنا أقول أن الكاظمي الآن ليس محل إعجاب من قبل الولايات المتحدة، لكن مع ذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تتخلى عن هذا النظام السياسي، ولربما سوف تحاول أن تدعم شخصية أخرى سواء الكاظمي أو غير الكاظمي لاستلام هذا. نعم. العملية السياسية. نعم. وإدارتها بما يتوافق مع مصالحها. الولايات المتحدة برغم من قوتها وبرغم من نفوذها، لكن لحد الآن هي لم تكن الطرف أو الطرف الفائز في العراق مقارنة بالطرف الإيراني. من إسطنبول، نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.